الحقيقة أنا أعزي أهلي في مدينة الموصل وأعز كل العراقيين الشرفاء في الحادث العظيم الذي حدث يوم أمس. إنه كارثة كبرى بكل المعايير، الفاجعة كبيرة جدا في مدينة الموصل التي للأسف كانت تشهد أجواء ربيعية رائعة، وكان الأهالي يتنفسون الصعداء بعد الحروب وبعد مآسي كبيرة جدا في مدينة الموصل، لكن الإهمال الحكومي والفساد يأبى إلا أن يأخذ من دماء وأطفال ونساء مدينة الموصل. ما يؤلمنا كثيرا أن غالبية الذين استشهدوا ليلة أمس في غرق العبارة هم من الأطفال والنساء الذين لا يجدون السباحة. ما حدث هو كارثة كبرى، كارثة بكل المقاييس الإنسانية، كارثة نحمل مسؤوليتها للرئاسات الثلاث في العراق والحكومات المتعاقبة في مدينة الموصل وفي كل العراق. ما حدث اليوم ممكن أن يحدث في البصرة وممكن أن يحدث في ذي قار والناصرية وكل مدن العراق وليس في مدينة الموصل فقط. المأساة كبيرة جدا، ونعتقد بأن الحكومات هي المتعاقبة بعد احتلال العراق عادلة في ظلم كل الشعب العراقي وتدمير مدنه واستباحة دماء أهله واعتقال أبنائه وتجريد مواطنيه في كل أرجاء العالم. الحقيقة نحن أمام كارثة يعجز الكلام عن وصفها، فدائما ما أخرج في على قناتكم وبقية القنوات الأخرى لأعلق، لكن المأساة اليوم تجعلني أتعلثم ولا أستدرك الكلمات المناسبة التي من شأنها تصف ما حدث ويحدث في مدينة الموصل، خاصة مع كمية الصور والفيديوهات التي وصلتني والتي نشرته على موقع الخاص. في الحقيقة لربما في بعض الأحيان الصمت يعني أبلغ من أي كلام. يعني قبل أيام كانت هناك تحذيرات من الأمم المتحدة، يعني منظمات معنية قالت وحذرت من أن منسوب نهر دجلة نتيجة جريان الماء من سد الموصل يعني عالي ويعني تياره قوي جدا، مع ذلك لم تلتزم إدارة الجزيرة في الموصل بهذه التحذيرات ولم تأخذ الحيطة والحذر. يعني نجد في جميع دول العالم هناك معايير للسلامة تؤخذ بنظر الاعتبار وتكون شروط لعمل أي جهة سياحية، لماذا في العراق تختفي الالتزامات بمعايير السلامة؟ لا يوجد هناك شرطة نهرية، لا توجد نجادات، لا يوجد هناك أي معيار من معايير السلامة، ما السبب؟ يعني لماذا الحكومات والإدارات في العراق هي تنتظر المصيبة كي تقع ولا تأخذ في نظر الاعتبار أن تجعل لها خطة ربما لتجنب الوقوع بهذه المصيبة وهذه الفاجعة؟ أخي العزيز دكتور سمير، ما حدث ليلة أمس هو قتل مع سبق الإصرار والترصد، وهي مادة قانونية واضحة ضمن القانون العراقي والتي يعمل بها لحد الآن. ما حدث هو أن إدارة سد الموصل أبلغت بأن مناسيب المياه مرتفعة وأنها قامت بضخ كميات مضاعفة من المياه في اليوم المعدل إطلاق المياه 1000 متر مكعب، ولكن في ليلة الحادث قبل ما حدث في مدينة الموصل تم إطلاق 1400 من الأمتار مكعبة. وهنا أبلغوا سد الموصل كل الجهات التي ذات العلاقة من ضمنها إدارة الجزيرة السياحية بأن يجب إيقاف العبارة. الدفاع المدني قام بإبلاغ إدارة الجزيرة السياحية قام بإبلاغهم بإيقاف عمل هذه العبارة كونها غير سليمة، إضافة إلى ما تفضلت به جنابك الكريم من عدم وجود معايير السلامة، النجادات، قوارب النجاة إلى آخره. أريد أن أعطيكم معلومة وصلتني أن العبارة هي عبارة عن جسر مؤقت عسكري تم استغلاله وتحويره لجعله عبارة لهؤلاء المواطنين الذين فجعوا بأطفالهم ونسائهم. الحقيقة أن الشركاء في الجزيرة السياحية، شركاء الشخص المدعو عبيد الحديدي
هم ميليشيا العصائب. ميليشيا العصائب لا تكترث نهائيا لحياة الإنسان العراقي، بينما هي الحقيقة تعتاج على دماء المواطنين، وهذا ما حدث في مدينة الموصل. كان همهم الوحيد هو جني الأموال وزيادة العدد، لأن كل شخص له مبلغ معين 1000 أو 1500 دينار عراقي، ما يعادل دولار واحد. فهذا اللي جعل من الكارثة وطأ الكارثة كبير جدا على أهالينا هناك في مدينة الموصل. وزير النفط السابق، وزير العفو النقل السابق، أكد بأن هذه العبارة وحسب معلوماتي الأولية لا تمتلك أي شروط مواصفات الأمان، ولم يتم إجراء أي اتخاذ أي إجراءات لسلامة المواطنين. لذلك عندما قلت بأنه قتل مع سبق الإصرار والترصد، فأنا أعني ما أقوله حقيقة في هذا الأمر، وهذا ما حدث بالفعل ليت يوم أمس في مدينة الموصل. لذلك يجب أن تكون التهمة هي القتل وليس الإهمال. الأمم المتحدة يعني طالبت بفتح تحقيق بشأن فاجعة غرق العبارة في الموصل، وذلك بعد أن كشف الطب العدلي عن ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 100 قتيل. يعني هذه ما تطالب به الأمم المتحدة، اتهمتم الميليشيات من قبل ورغم أن السيطرة التامة للميليشيات على المدينة، هل ترى أن هكذا مطالبات ربما تأخذ طريقها لتسليم المسؤولين والمتسببين بهذه الجريمة للعدالة؟ هناك كوارث كبرى حدثت في العراق في من خلال السنوات السابقة، لم يتم في يوم من الأيام تسليم أي مجرم إلى القضاء. رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي اتهم حمايته بسرقة مصرف الزوية، نور المالكي، إبراهيم الجعفري، أبو الدرين، كل هؤلاء الذين حكموا العراق كلهم متهمون بقضايا كبرى، قتل وتسليب ونهب. كيف يمكن أن يتم تسليمهم للقضاء؟ نحن الحقيقة من هذه الناحية ليس لنا أي أمل لا في الأمم المتحدة والقضاء. أملنا الوحيد بالله سبحانه وتعالى وبالشرفاء الموجودين في العراق لتخليصنا من هذه الزمرة الفاسدة. وهذا ما حدث بالفعل اليوم عندما تم الطرد وضرب رئيس الجمهورية الذي نجا بعجوبة اليوم بعد أن حاصره المواطنين وقاموا بإطلاق العبارات عليه، الفساد والسرقة إلى آخره. كذلك نوفل العقوب الذي تم ضرب موكبه وقام بدحس مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، من ضمنهم الصحفي ليث الراشدي الذي تعرض إلى حادث مؤسف، ومصور قناة الموصلية احترم، وإلى آخره من الصحفيين. الحقيقة الحكومة المحلية والحكومة المركزية هم أساس هذه المشكلة وهم يدركون ذلك. طبعا الحلبوسي أيضا رئيس البرلمان العراقي وصل الآن، ولن يختلف عن الذين سبقهم من رئيس جمهورية أو محافظ أو عادل عبد المهدي، لن يستطيع أن يفعل شيء. هم يستعرضون أمام الكاميرات بأربطة عنق فرنسية وعطور فرنسية وملابس إيطالية. هؤلاء لا يهمهم المواطنين، هؤلاء لن يهتموا بمن سقط ومن استشهد من أبناء العراق، هؤلاء لن يهتموا في يوم من الأيام إلا بزيادة أرصدتهم وجمع موالين لهم لاستمرارهم في الحكم. هؤلاء لا يمثلون الشعب العراقي، هؤلاء من أتت بهم الأمم المتحدة والانتخابات مزيفة. هؤلاء نعتقد بأنهم هم أساس المشكلة في العراق وأساس المشاكل كلها حتى في الشرق الأوسط. هؤلاء هم تبع لدول الجوار، ذلك يمثل الأجندة الإيرانية والآخر يمثل الأجندة التركية والسعودية، وكلهم مشتركين في دماء العراقيين من الفاو إلى زاخو، ولن نلتمس منهم أي خير ولن نتوقع منهم أي خير، فهم شركاء في سفك دماء أطفال ونساء العراق وشبابها، وهم من سبب بتهجير خيرة أبناء الوطن إلى خارج العراق، وهم من يعملون ليل نهار من أجل تدمير العراق أو ما تبقى من العراق. أخي دكتور سمير، أعطيني جسرا واحدا بناته الحكومة منذ 2003 ولحد الآن، أعطيني مستشفى واحد تم بناؤه من قبل الحكومة. لا يوجد
أي بنية تحتية في مدينة الموصل وكثير من المدن الأخرى، لا يوجد جسر واحد تم بناؤه. نحن نتحدث عن حيتان الفساد والقتل والتنكيل والسرقة، وهذا هو الوصف الوحيد لهؤلاء الشراذم الذين ينتمون إلى دول الجوار ويمثلون أجندتهم في داخل العراق.